التعرف على الأوضاع بميدان التحرير. تنضم إلينا مباشرة الزميلة داليا أشرف من هناك. داليا تفضلي. منذ الصباح الباكر كانت الأوضاع هادئة تماما في ميدان التحرير، خاصة بعد الأحداث التي تمت أمس بعد النطق بالحكم على الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك. قامت قوات الجيش بإغلاق جميع مداخل ومخارج الميدان ولم تسمح بدخول أي سيارات إلى داخل الميدان، فقط كانت تسمح المارة والمشاه للدخول إلى الميدان وذلك لقضاء حاجاتهم، خاصة أن بالداخل مجمع التحرير. يعني قامت قوات الجيش بفتح مدخل واحد فقط وهو مدخل عند ميدان سيمون بوليفار، ولكن فيما عدا ذلك كانت الأوضاع هادئة تماما. أيضا تتواجد قوات الأمن من الشرطة في محيط الميدان، ولكن منذ قليل قامت قوات الأمن المركزي بعمل انتشار أكبر داخل الميدان، وذلك تحسبا لوجود تظاهرات أو لوجود عناصر من شغب والعنف داخل الميدان. تقوم أيضا من الوقت إلى الآخر قوات الأمن السريع بعمل دورات أمنية مستمرة في الميدان تأمينا للميدان، ولكن يعني فيما عدا ذلك تسير الامور بشكل كبير. ولكن يعني ربما كان الحاله المريه في الصباح في الشوارع المحيطه بميدان التحرير كان هناك شلل مروري، ولكن يعني الان ابتدت المرور يعني يسير بشكل جيد ان شاء الله يستمر يعني هكذا باذن الله. انا بشكر وجودك داليا اشرف من ميدان التحرير، كنت معنا مباشره واهتمي بسلامتك.